أنا أتساءل أن هذا الاستجواب قدم، ولكن متى قدم هذا الاستجواب؟ قدم هذا الاستجواب بعد قسم الوزير بساعتين، وهذا الاستجواب اليوم نحن جميعا مؤمنين أمام الله سبحانه وتعالى في محاكمة عادلة لهذا الوزير. هل يعقل أن نتمسك بالدستور واللائحة ومواد الدستور وبعد ساعتين، بعد ساعتين من قسم الوزير نقدم له استجواب؟ أنا باعتقادي أن نتكلم، إذا نتكلم عن الدستور ومواد الدستور يجب أن نتكلم عن التدرج في الأسئلة، في محاور، في المناقشة، في طلبات التحقيق، في التلويح للاستجواب.